السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج مشاكل بيئية. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ محمد بالعيدي، المنسق العام للدينامية الجمعوية المدنية للدفاع عن البيئة بدكالة. سنناقش مع الضيف الكريم مجموعة من القضايا البيئية في منطقة دكالة. أهلا وسهلا بك أستاذ. شكرا سيد الخطيب وشكرا لموقع أنفاس على الاستضافة. سي محمد، قبل ما ندخلوا في النقاش، هل تعطينا واحد صورة على الدينامية الجمعوية للجمعيات البيئية في دكالة؟ نعم شكرا. الدينامية الجمعوية المدنية للدفاع عن البيئة بدكالة هي نتيجة ديال أحد المخرجات ديال أحد الأيام الدراسية اللي نظمتها شبكة الجمعيات الدكالية في أكتوبر الماضي في إطار برنامجها في بشراكة مع مؤسسة إنابيل. هذه الدينامية هذه كتضم في الطي ديالها سبعة ديال التنظيمات المدنية على المستوى المنطقة ديال الدكالة عموما، يعني إقليمية سيدي بنور والجديدة، بالإضافة إلى يعني تنظيمات أخرى وطنية، أذكر منها مثلا الجامعة الوطنية لجمعيات الدفاع عن البيئة بالمغرب، كذلك فيدرالية جمعيات الأحياء الجديدة، كذلك منتدى الشباب مولاي عبد الله، بالإضافة إلى جمعية 24 أبريل بالوالدية والجمعية البنورية لمناهضة العنف بسيدي بنور، كذلك جمعية البيئة والتنمية بدائرة الزمبرة، إضافة إلى شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية. إذا الهدف من التأسيس أو تشكيل هذه الدينامية هو توحيد بطبيعة الحال توحيد الجهود ديال مختلف يعني الإطارات المدنية اللي كتشتغل في مجال البيئة من أجل يعني تبادل الخبرة وتبادل المعلومة، وبطبيعة الحال يعني توحيد يعني كل الأشكال الترافعية يعني أمام كل المؤسسات المعنية بهذا المشكل هذا. نعم، مؤخرا عقدتم واحد اليوم دراسي حول ما سميتموه بالكارثة اللي كيعرفها مصب نهر أم الربيع. شنو هي أهم يعني توصيات اللي خرج بها هذا اليوم الدراسي؟ عاد حنا غندخلوا الكارثه ديال ام الربيع وهالتفاصيل ديالها. نعم، كما كيعلم الجميع وانه الجامعه الوطنيه، الجامعه الوطنيه للجمعيه الدفاع عن البيئه بالمغرب اللي كتواجد منطقه ديال الدكالة، انضمات الامس يوم دراسي حول الاشكالات اللي كيعرفها مصب ام الربيع. نعم. حنا كنعرفوا يعني نهر ام الربيع هو من الانهار يعني المهمه والكبيره على المستوى الوطني اللي كيبلغ تقريبا على الطول ديالو اكثر من تقريبا حوالي 600 يعني كيلومتر، 500 تقريبا 555 بالضبط، بالاضافه انه يعني كيعرف عنده واحد التاريخ يعني من حيث يعني المساهمه ديالو في التنميه الى غير ذلك. حاليا هذه منذ عده سنوات كيعرف اكراهات خطيره جدا يعني من حيث يعني المصب ديالو اصبح يعني منغلق، رغم يعني مجموعه من التدخلات، مجموعه يعني من المشاريع اللي توضعت، مع كامل الاسف الوضع يعني غادي في تفاقم يعني كبير. طبيعه الحال كانت يعني فرصه في اطار الديناميه يعني اللي كتنظم هذا اللقاء اللي نظمته الجامعه بطبيعه الحال، كانت فرصه للتدارس مع مختلف يعني الاكاديميين ومختلف يعني الفعاليات المدنيه من اجل يعني اولا اسماع الصوت ديال المجتمع المدني يعني المنطقه ديال الدكالة، ثانيا كذلك يعني مناقشه يعني احد المستجدات وهي واحد الصفقه اللي يعني دوزها وزاره ديال التجهيز لاحد الشركات النائله من اجل يعني الاقتلاع ديال الرمال المتواجده في المصب ديال النهر. وبالتالي يعني كان يعني نقاش اولا بطبيعه الحال كان نقاش مسؤول، وكان زياره ميدانيه للمصب لان الوضع يعني كارثي، ربما يمكن الصور يعني تبرهن على الوضع الكارثي ديال المصب. وحنا كنعتبروا بانه هذا الاشكال هذا هو ماشي اشكال يعني خاص بالدكالة بقدر ما هو اشكال خاص بجميع يعني الروافد او جميع يعني المناطق اللي كيمر منها الواد، لانه يعني النهر ديال ام الربيع اليوم كيصبح يعني شكل يعني بحال يعني واحد جلسه يعني مائيه يعني ما فيهاش يعني حركيه، وبطبيعه الحال يعني واحد الوقيته ما غاديش يبقى فيه الاكسجين، بطبيعه الحال يعني الشطر اللي متواجد في الزمور ولا يعني ولا اللون ديالو يعني واحد مجموعه من الروائح اللي هي يعني كريهه. مع كامل الاسف وهذا مساله اللي يعني كتسائل الضمائر ديالنا كاملين، لانه مشكل ما كيهمش غير يعني كما قلت يعني المجتمع المدني بقدر ما كيهم جميع يعني المؤسسات سواء المنتخبين ولا المؤسسات الوطنيه، بطبيعه الحال هو مشكل مجتمعي بشكل عام. تمام. لا كمل في اطار التوصيات. نعم، اذا قلت لك كما قلت يعني اهم التوصيات هو انه يعني اتفق على المجتمع المدني العمل على ايقاف هذه يعني هذه الصفقه هذه واعاده يعني الامور الى نصابها، لانه الحل ماشي هو انه في كل مره كيوقع يعني الانسداد ديال المصب يعني كنخرجوا الرمله، لانه لاحظنا انه الشركه السابقه اللي كانت عندها عقد كيتربط مع الوزاره خمس سنين لدرجه انه يعني تمد تقريبا اكثر من 18 سنه. بالتالي لاحظنا كذلك انه
يعني من خلال يعني الصفقه الاولى اللي كانت سابقا كان اتفاق على استخراج تقريبا حوالي 90,000 متر مكعب ديال الرمال. هذه الصفقه الجديده كتكلم على استخراج اكثر يعني حوالي 500,000 متر مكعب، وهذا سؤال خطير جدا يعني اللي كيطرح يعني هذا الكم الهائل ديال الرمال بواحد الثمن اللي حنا كنعتبروه ثمن يعني شكلي او رمزي اللي ديال 25 يعني درهم المتر مكعب مقابل 10 دراهم يعني المتر يعني ديال الحصاد هذاك يعني بحال المسن الصغير الحجر الصغير. بالتالي كان الاتفاق يعني من خلال يعني الصفقه حنا طالعنا على يعني مختلف الوثائق ديال الصفقه سواء يعني التحملات ولا يعني كاع الوثائق التقنيه، لاحظنا بانه يعني حنا كنعتبروا كمجتمع مدني بطبيعه الحال اللي مهتم يعني بهذا الشان ديال البيئي، الصفقه ما هي الا حل ترقيعي، لانه الاشكال الحقيقي يعني خص يتفتح مصب يعني بشكل يعني بشكل يعني علمي، وكانوا اساسي اللي اعترقوا عليه مجموعه من الحلول. مع كامل الاسف لاحظنا انه كاين اقصاء يعني غير مبرر ديال المجتمع المدني المحلي خصوصا يعني اللي كيهم يعني اللي كيهمو وكيترافع يعني في يعني في الموضوع ديال نهر ام الربيع. حنا كنعرفوا بانه كانت يعني عمل قاموا به يعني مجموعه من الساده البرلمانيين مشكورين، عمل جبار افطار واحد اللجنه ديال التقصي اللي خرجت يعني لعين المكان، قاموا يعني بواحد التقرير مهم، ولكن مع كامل الاسف غنرجعوا للجنه والتقرير ديالها. نعم مرحبا غير في اطار يعني دابا في اطار هذا المشكل اللي كيعاني منه نهر ام الربيع، ماشي غير المصب ديالو يعني نهر ام الربيع من المنبع كاينه مشاكل وخروقات بيئيه كثيره تعرض لها. يعني باعتبارك انت كخبير بيئي كتشتغل في هذا الميدان هذا، اعطينا شي تصور على اهم النقط السوداء يعني الانتهاكات البيئيه اللي تعرض لها نهر ام الربيع. اولا انا لست بخبيرا بيئيا، انا فاعل مجتمعي مهتم بالديمقراطيه، مهتم بحقوق الانسان، مهتم لاننا كنعتبروا البيئه لنا حق من حقوق الانسان. يعني خبير بيئه في اطار جمعوي. على اي شكرا. العموم انا يعني اعتقد بانه من خلال يعني النقاش اللي كان البارح في خلال اليوم الدراسي كما قلنا، يعني كانت مجموعه من يعني من الملاحظات الاساسيه، وكان يعني اهمها هو يعني استغلال مفرط المياه ديال النهر من طرف يعني يعني المكتب الشريف الفوسفات يعني منذ يعني في بعض المناطق، اضافه كذلك الى يعني القذف ديال مجموعه من المقذوفات ويعني مجموعه ديال المياه العادمه ويعني المياه الصناعيه. يعني كاين مجموعه يعني ديال المؤسسات اللي كتساهم في التلوث ديال يعني ديال التلوث ديال المياه ديال النهر. بالتالي انا نعتقد بانه كما كنقولوا المصب ما هو الا يعني تحصيل وحاصل. بالتالي يعني الطول ديال الواد هو كيمر على مجموعه من الجماعات الترابيه، يعني اخلاقيا يجب على كل هذه الجماعات الترابيه ان تحمل مسؤوليتها يعني في ايجاد الحلول يعني الحلول البيئيه لهذه المنطقه للواد يعني بالدرجه الاولى. كذلك المؤسسات اللي كتساهم يعني في القذف خاص دير يعني مع محطه ديال معالجه المياه قبل ما تقذفها في النهر، بالاضافه الى التعبئه والتحسيس ديال مختلف السكان المجاورين على الضفاف في النهر، لانه النهر كثروه وطنيه هي ماشي مسؤوليه ديال المجتمع المدني بالكلب بوحدو بقدر ما هي مسؤوليه مشتركه من يعني منطلق من العيون الى المصب ديالو، اللي مع كامل الاسف يعني نهار على نهار غادي يعني المسافه كتكبر، وهذا كيشكل خطر. لان حنا كنعتقدوا بانه الحل هو بناء يعني جدار يعني اسمنتي يعني بالطرق اللي هي متعارف عليها دوليا وكاين مجموعه من النماذج، ماشي الحل هو يعني نجمعوا الرمله، لانه نحيدوا الرمله عاوتاني غتجي الرمله وغنبقاو دائما كنديروا حلول ترقيعيه، وهذا ماشي يعني في صالح التنميه المستدامه. نعم، على العموم كانت واحد الدراسه دارتها وزاره تجهيز الماء حول سمتها يعني دراسه هيدروسوسيولوجيه، واعتمدت من يعني تحليل السلوك المائي والرسوبي واقترحت حلول. فين وصلت هذه الدراسه؟ واش تم تفعيلها في ارض الواقع بخصوص خاصه انها كان عندها يعني مدى يعني كانت على المدى القريب انجاز عمليه الصيانه، وكان عندها هدف على المدى البعيد يعني بناء واحد الحاجزين على المصب بهدف تقليل من وتيره ترسب الرمال. هاد الدراسه فين وصلت؟ وبحال هاد الدراسات هادو واش كيكون عندهم وقع؟ انا استاذ الكريم يعني صراحه الله اني انا اقترح ان هذا السؤال يطرح على يعني اللي قاموا بالدراسه، لانه بطبيعه الحال لانه حتى اليوم الدراسي ناقشتوا هذه القضيه بطبيعه الحال، ولكن مع كامل الاسف لانه اي دراسه اللي كتنجز في غياب الراي ديال المجتمع المدني هي عديمه يعني عديمه الجدوى. هذا رقم واحد. رقم جوج هو انه لازم يعني المجتمع المدني بصفه عامه في منطقه الدكوله يعاني ازمه ديال التواصل مع المؤسسات. يعني حنا ملي كنتكلموا ملي كنقولوا ودي راه كاين ضعف ديال الالتقائيه بين مختلف المؤسسات، هذا نموذج لأنه لا يمكن أن وزارة تعطي دراسة لواحد مكتب دراسات أو هي تقوم بالدراسة في تغييب
يعني تغيب يعني بشكل يعني ممنهج يعني المختلف الفعاليات المدنيه بسبب من الاسباب. هذا ما كيخدمش التنميه المستدامه، ما كيخدمش لي زودي ديال الاهداف ديال التنميه المستدامه اللي منخرط فيها المغرب، وهذا الشيء كله كيتناقض مع الاستراتيجيه الوطنيه اللي تم تحيين ديالها مؤخرا في اطار الحكومه الحاليه. اذا يعني مجموعه من المعطيات اللي مع كامل الاسف اللي حنا اللي كنلاحظوا يعني كنلاحظوا انه الشيء كله كيتناقض اولا مع التوجهات العامه ديال البلاد، كيتناقض كذلك مع على الاقل مع اخر خطاب ديال صاحب الجلاله اللي كيتكلم على يعني لان الصيانه والتهيئه ديال المحيط الاطلسي. اذا يعني بغينا نفهموا يعني الوزاره ولا هذا مكتب الدراسات ولا اي مؤسسه منتخبه ولا سلطه محليه ولا اقليميه، اي قرار كيتبنى في غياب يعني اعمال الحق ديال التشاركيه الديمقراطيه التشاركيه، انا كنعتبروه هو ضرب احد المبادئ الاساسيه ديال الدستور، لانه الدستور 2011 كيتكلم يعني بالنص يعني الواضح هو الاعمال ديال الديمقراطيه التشاركيه. ما يمكنش نبنيو قرار اللي كيهم المجتمع بناء على دراسه اللي يقدروا ينجوها مجموعه من يعني من التقنيين او مجموعه من الخبراء، وكتعني يعني كتتم الانجاز ديالها او التنفيذ ديالها على واحد يعني وعلى واحد المساله اللي كتعتبر ثروه وطنيه يعني كشكل ديال نهار ام الربيع. وبالتالي حنا يعني كنعتبروا يعني كمجتمع مدني ديمقراطي بطبيعه الحال اللي يعني كينشط يعني في اطار الديناميه ديال الدفاع على البيئه بالدكاله، ان هذا يعني بيد هذه المخرجات ديال الدراسه ولا اي حاجه اي بحث اي يعني مساله اي قرار في غياب استشارة المجتمع المدني يعتبر يعني بالنسبه لنا حنا اولا لا يهمنا، لانه يعني ما كانش فيه الاستشاره ديالنا، وثانيا كنعتبروا بانه يعني ربما يمكن كيتناقض مع التوجهات العامه ديال البلاد. نعم يعني هاد الدراسه هذه حاليا انتم ما استشروش معكم، يعني بالنسبه لكم راه ما غتكونش عندها واحد القيمه واحد الجدوى. شيء طبيعي، لان نعطيك انا مثال بسيط باش نكونوا موضوعيين. الديناميه حديث العهد، يعني كما قلت يعني غنقولوا ربما الدراسات دارت قبل التاسيس ديال الديناميه، يعني ما كنقولوش استشروا مع الديناميه باش نوضحوا استشروا مع المجتمع بطبيعه الحال، ولكن كاين يعني كاينين تنظيمات مدنيه في ازم مورف جديده وفي سيدي علي بن حمدوش وفي الحوزيه اللي عندهم سنوات ديال التراكم ديال النضال من اجل يعني نرد الاعتبار لنهار ام الربيع. انا لا اعتقد انه من خلال الاخوه اللي كانوا حضروا معنا البارح في اليوم الدراسي اللي نظمته الجامعه الوطنيه، يعني لا اعتقد انه تمت الاستشاره ديالهم يعني في مثل هذه المحطات، وبالتالي حتى لا تمت الاستشاره ديالهم انا اقول يعني بكل صدق يعني بكل تواضع انه يجب على الوزاره المعنيه قبل ما كانت يعني تلونسي الصفقه خاصها تنظم واحد اليوم اخباري، لان هذه المساله ديال المصاب ديال ام الربيع يعني علاش كنسميوها يعني كارثه هي لان يعني الضمير الجمعي ديالنا سوف غدا يعني غدا يسائلنا، وبالتالي ما يمكنش نحلوا يعني مشاكل كبرى بمجرد قرارات ممكن نعتبرها قرارات سياسيه او قرارات تقنيه، لانه يعني هناك من يتكلم عن الريع، هناك من يتكلم بانه الصفقات اللي يعني محدوده في الزمن والمكان، وبالتالي احنا ما بغيناش عاوتاني اليوم يعني هذا الحل كنعتبروه ترقيعي دوز ربع سنين ولا خمس سنين وغنجيو عاوتاني نعاودو نكرروا نفس المشكل بحال ترقيع. وبالتالي يعني هذه المساله كلها اولا فيها اهدار الزمن التنموي، ثانيا فيها اهدار المال العام، ثالثا فيها اهدار الجهد، وثالثا فيها اهانه للفكر الجماعي ديال المنطقه ديال المجتمع المدني عموما ديال الدكوان. سي محمد، هو الحاله البيئيه ديال نهر ام الربيع ولا مصب نهر ام الربيع هي هو واحد نموذج صغير من حاله بيئيه تتعرفها المنطقه كلها. كيفاش تتشوفوا يعني يعطينا واحد تصور الحاله البيئيه في المنطقه؟ هو شوف يعني بكل صدق شيء طبيعي انه كما كنقولوا باعتبار انه منطقه الدكاله فيها جوج الاقاليم مهمه، اقليم سيدي بن نور واقليم جديده، كتواجد فيهم يعني اكبر يعني الانتاجات سواء الفلاحيه ولا الصناعيه، وكيساهموا بواحد النسبه كبيره في الناتج الداخلي الخام، كيساهموا بواحد النسبه كبيره يعني في الاقتصاد الوطني، كيساهموا بواحد النسبه كبيره في التنميه يعني بصفه عامه، بالتالي شيء طبيعي غادي يكون نسبه التلوث طالعه، شيء طبيعي. ولكن حنا في اطار الديناميه يعني التاسيس ديالها او التشكيل ديالها جات ماشي من اجل الاصطدام مع المؤسسات، هذا خص يعني يعرفوها بعض يعني مجموعه من المسؤولين، جات بقدر ما اولا كما قلت توحيد الجهود ديال المجتمع المدني باش ما يبقاش كل واحد كيخدم بوحدو، لانه العالم كله غادي في اطار التشبيك وغادي في اطار يعني توحيد الجهود، بالتالي يعني المبادره اللي خلات شبكه الجمعيات الدكاليه من اجل توحيد هذه الجهود ديال التنظيمات المدنيه، اولا من اجل رفع وتقويه القدرات ديالهم، ثانيا من اجل يعني توحيد لغه الخطاب، ثالثا من اجل توحيد الملف
او مذكره ترافعيه كتهم يعني الاشكالات البيئيه بصفه عامه. يعني يعني مؤسف اننا كنلاحظوا مجموعه من يعني من يعني من الاكراهات البيئيه اللي كاينه سواء على مستوى الجرف الاصفر او مستوى جماعه مولاي عبد الله او جديده او سيدي بنور او الزمامره او الوالديه اللي كتعرف حتى هي مشكل كبير ديال ديال يعني ديال البحيره اللي تيغلى فواحد التدهور ايكولوجي خطير جدا، رغم انها هي منطقه رطبه يعني 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 كتدخل في اطار اتفاقيه ديال رامسار. بالتالي يعني كل هذه الاشكالات هذه هذه من الاسباب اللي خلات يعني تشكيل هذه الديناميه هذه. اولا فتح قنوات التواصل المؤسساتي مع مختلف المعنيين بالامر، ثانيا من اجل حث المسؤولين المحليين ويعني والاقليميين باش يتحملوا مسؤوليتهم، والاهم من هذا هو توعيه المجتمع بصفه عامه المواطنات والمواطنين من اجل التحلي بواحد السلوك المحافظه على الشيء اللي كنديروا فيه اليوم ماشي لينا حنا، هو لاولادنا والاجيال المستقبليه، لانه حنا كنمشيو في التوجهات العامه ديال البلاد كنعرفوا بانه المغرب منخرط ويعني ملتزم بالاهداف يعني ديال التنميه المستدامه لي زو دي دي في اطار الامم المتحده. كذلك عندنا استراتيجيه وطنيه اللي حنا كنعرفوا يعني الوزاره كتقوم بواحد المجهود يعني يعني ممكن يتناقش يعني في يعني في يعني في برامج اخرى، ولكن يعني موضوعيا واخلاقيا الدور ديالنا كمجتمع مدني ديمقراطي خصنا نقوموا بالواجب ديالنا. بالتالي يعني الترافع هذا شيء ضروري، مساله طبيعيه. ثالثا هو انه ما بقاش اليوم مسموح اننا نساهموا في اغتناء بعض الاشخاص او بعض المؤسسات على ظهر البيئه. المصلحه العامه طبيعه الحال، انا المصلحه العامه هي فوق كل اعتبار، وطبيعه الحال هذا الشيء كله كيبقى انه يعني ما بغيناش نعيشوا واحد الوقت يجي يعني مثلا يعني نلقاو اننا عندنا كنعيشوا واحد النوع من يعني ربما نسميوه يعني كواحد النوع من تأنيب الضمير، انه كان بالامكان ديالنا نديروا شي حوايج ما درناهمش نظرا اللي كاين كذا او كذا الى غير ذلك. خصنا يعني بكل جرأه خصنا نسمي شيء مسمياتها، وخصنا يعني نقولوا الحوايج خصها تتقال في الوقت ديالها، وخصنا نديروا اللي علينا. نعم، اطار هذا نديروا اللي علينا، يعني انتم كمجتمع مدني سجلتم مجموعه من الخروقات، كان عندكم ملفات، ما حاولتوش تلجؤوا للقضاء يعني كطرف مدني؟ هو نعم، شوف كل حاجه يعني في وقتها كلشي مسطرينه، كلشي مسطرينه، ولكن خصنا لابد ما نسلكوا هذا يعني هذه المراحل هذو هذه المساطير هذو. نعم، خصنا نسلكوا يعني هذه الحوايجات هذو لسبب بسيط، عندك انا نموذج بسيط جدا. دابا اول حاجه اللي كنلاحظوا من خلال هذه الترافعات اللي كنقوموا بها يعني هذه الاونه الاخيره، وهي هناك يعني اذن صماء ديال مختلف المسؤولين، ونموذج ربما يمكن راكم تتموا في زياره يعني مؤخرا لمدينه الزمامره، الحديقه الكارثيه اللي كتحمل يعني الاسم ديال الحسن الثاني مع كامل الاسف. انا كنطرحوا غير سؤال بسيط جدا، هل هاد المسؤولين يعني المنتخبين بالدرجه الاولى على راسهم رئيس الجماعه ويعني ويعني والباشات المدينه وعامل الاقليم واش ما كيسمعوش؟ ربما حنا كنهضروا بلغه الاشاره وما كيفهموناش، او حنا ربما كنخربقوا. يعني حاجه في ثلاثه الحوايج، لان اليوم ما بقاش مسموح نهائيا انه المجتمع المدني كله يعني يعني جات يعني قنوات وطنيه صورات يعني مجموعه من المواقع جاو داروا ريبورتاجات ولا من يحركوا ساكنا. هذا سؤال عريض يعني هذا سؤال كبير كيطرح الى اي حد، يا اما حنا خصنا نقدموا استقالتنا من المجتمع المدني باش نديروا شي حاجه اخرى، ولا نحيدوه نهائيا، ولا ربما يمكن هاد الناس لانه في المنطوق مثلا هذا المشكل ديال الحديقه يعني هذا 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 انا كنشكرك على السؤال. نعم. بين قوسين يعني في المنطوق ديال يعني الى طلعنا على المضمون ديال التقرير ديال المجلس الجهوي للحسابات، نعم، الجواب ديال الجامعات يقول بانه هذيك الحديقه عندها منطوق جديد في اطار التسميه. حنا كنطرحوا سؤال بسيط جدا، سؤال يعني بشكل يعني بسيط على قد عقلنا كما كنقولوا، واش هذه الجماعه اللي كتاخذ قرار باش تبدل المنطوق ديال الحكم المنطوق عفوا ديال التصميم، نعم، واش يعني غير نعست وحلمت وغدا جردا غنرجعوها حاجه اخرى، او دارت عمليه تشاوريه مع السكان مع المواطنين اللي كيفرضها على القانون؟ وبالتالي هذا يعني كنعتبروه ضرب يعني في عائد يعني في الحائط ديال الديمقراطيه التشاركيه، كنعتبروه يعني ابعد من هذا، وانه هذا نوع من يعني من يعني من يعني من الاهدار ديال الزمان التنموي، ونوع من القتل الممنهج ديال الديمقراطيه التشاركيه. لان اليوم ما بقاش مسموح لاي رئيس جماعه كما بغى يكون نوعه، ولو يكون حتى وزير ماشي غير برلماني، انه ياخذ القرار اللي بغى هو على المزاج ديالو. وبالتالي انه باش يمكننا نتقدموا لابد من فتح التشاور مع المجتمع المدني، لابد من التزام بالمضامين ديال القوانين التنظيميه للجماعه الترابيه، لانه ما بقاش معقول في 2023 كنسمعوا يعني الجماعه ديال الزمامره مثلا كان نموذج اللي عرفات جوج ديال الفترات ديال التسيير باغلبيه 100% من طرف حزب معين. الحزب يعني المنظمه الثالثه عندها الاستمراريه،
احنا كنطرحوا السؤال لماذا يتم اغلاق الدورات امام مجتمع مدني وبعض وسائل الاعلام؟ هذا يعني ربما يمكن نقاش اخر. لا لا غير بين قوسين نعم. غير بين قوسين انا غير كنموذج هنا سدينا القوس بطبيعه الحال. سي محمد كسؤال اخير، هذا سؤال تنطرحوه يعني في اخر الحلقه، هو تقييمك للسياسه الدوله في المجال البيئي؟ اعتقد بانه شوف نكون موضوعيين من حيث الالتزامات يعني الوطنيه على المستوى الدولي كاين مجهود ولكن المشكل اللي مطروح وانه هذاك المجهودات اللي كتقام على مستوى الوزاره مثلا الانتقال الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه في التزاماتها الدوليه ما عندهاش اثر على المستوى الوطني، ما كاينش واقع محلي، ما عندهاش اثر نهائيا. هذا رقم واحد. رقم جوج هو ضعف الانخراط ديال المؤسسات المنتخبه الهيئات المنتخبه في يعني البلوره ديال السياسه بيئيه حقيقيه. ثالثا الميزانيات ديال الجماعات الترابيه، قليلهم الجماعات على المستوى الوطني اللي كيخصوا يعني ميزانيات موجهه يعني للبيئه، لان يعني لا يعقل انه ملي كتلقى مثلا بعض الجماعات كتخصص واحد ميزانيه محترمه للصيانه ديال المساحات الخضراء بقدره قدر كيتم التحويل ديالها لفرق رياضيه او مصالح او يعني مشاريع اخرى. هذا يعني هذا اشكال، يعني اشكال خطير. وبالتالي انا اعتقد بانه الدور ديال الوزاره ديال الداخليه بالدرجه الاولى من خلالها يعني المديريه ديال الجماعه الترابيه خصها تدخل، وحنا كان يعني كنطالبوا باش يكون الزجر ماشي غير يعني التحسيس واللقاءات وايام الدراسيه، هادشي اصبح متجاوز. صحيح. اليوم نهار على نهار اللي كنضيعوه فعني كيوقع تدهور ديال البيئه، ممكن هذاك المسؤول غدا ما غيبقاش مسؤول ولكن المواطن راه كاين وغادي يبقى الامتداد ديالو يعني كولادو ولاد ولادو، وبالتالي هذا الشيء كامل كيضرب في العمق، كيضرب الوطن ديالنا، كيضرب المغرب ديالنا، وهذا الشيء كله يعني كيمشي في واد ويعني المجهود ويعني الخطابات الرسميه ديال عاهل البال كيمشي في واد اخر، وهذا هو اللي كيفسر يعني كيفسر يعني ضعف ديال الالتقائيه بين هاد جوج ديال الحويجات. وهذا يعني ربما يمكن يعني هذا الشيء كيسائل الضمائر ديالنا اللي خصنا يعني خصنا يعني نبذلوا مزيد من الجهد ديالو. سيد محمد بن عيدي، المنسق العام للديناميه الجمعويه المدنيه للدفاع عن البيئه بدكاله، شكرا جزيلا. شكرا سي خطيب، شكرا لك وشكرا لموقع انفاس. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج مشاكل بيئيه.